أول مرة في حياتي مش أجلس مع طفلة أو أذهب إلى حديقة أو أدخل مدرسة، لا، إنني أتعامل مع شريحة الصم والبكم. نبي نقعد إحنا نسولف ندردش معاك شوي. خلال النصف ساعة هذه كانت هناك 5000 نفس وراء الشيخ عبد الحميد كشك. لولا الله سبحانه وتعالى لا أبقيت بالإسلام. يعني واقع المسلمين لا يشجع على الإسلام. الناس يلقون علي الكلمات ويتفوهون بكلام بذيء. لا، أنا أريد أن أعرف عن هذا الدين. أنت أتمنى أن أوفق إلى خدمة السنة بشيء يكون مميز. هل أنت مستشرق مدسوس؟ هو ده بالضبط المكان الذي يجب الفلوس. حسيت أن أول مرة تمر بهذا الاختبار الصعب. في ناس كثير جاءوا يتجمعوا ويتفرجون علينا. ما ملي؟ ما ملي. هذه كبير، الله يسلمك، أنت أبونا. فور شباب، بيتنا، ورمضان، جنتنا.